شنو الهضرة دايرة في اش فيها اخويا سي محمد؟ تسمع لي ولا ما تسمعش؟ نسمع لك اخويا زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. زيد. حيت خصك ما عمرك تزرب تسمع للطرف الثاني عاد حكم واش حداوي خاطئ ولا مروان ديال سيدك زولا اللي باع الاحرار، ماشي انا اللي باع الاحرار، مروان اللي باع ولا نقول لي. زيد اخويا انا تنتربتك، علاش انا دابا راني ندير قيامة في اش خصك تشوف الشارع اش كيقول. وانا ما خليش الشارع يقول ولا الشارع خصو يعرف الحقيقة. زيد الله يسخوري الان باقي ما عرفش الحقيقة، سخوري قلت لك انا كنعرف الحقيقة اللي دايرة. زيد اسيدي اسيدي البارح بالليل جمعت صابير وجمعت مروان والصقيري، هادو هما اللي مترشحين للمجلس الاقليمي. زيد تلقى 12 زيد اربعة كيمشوفو، حنا غدا غادي نضربو باش ندوزو ستة الناس ونقلبو على الرئاسة ديالنا. زيد اتفق معايا في الهضرة مزيانة معاك يعني غادي معاك. زيد المهم الصباح اتفقنا على اساس غنديرو واحد كوديزاسيون ديال 200 لواحد، انا ما معاهمش كاع قلت لهم غنعاونكم ب 20. زيد قال لك اسيدي الصباح نطق مروان قال لي انا ما عنديش كثير نعطيك من عندي، نطق الشوقيري قال لي راني ما عنديش كثير نعطيك من عندي، صابير قال لي انا عندي ديالي كيمسيرو لنا سخرانات، قلت لهم انتوما بثلاثه غنعطيكم انا ثلاثه عيط ناصر والشوقيري ومروان من عندي انا. قلت لهم اعطوني كارونتي راني اعطوني الضمانه دي اعطوني الضمانه ديالي باش نعطيكم شي شيك ولا شي حاجه. بعد عليك هادشي طلبت ما نطلبش حاجه كثيره. فعلا الشوقيري جاب لي الضمانه، عيط ناصر جاب لي الضمانه، واخا عيط ناصر انا تبرعت عليها بيني وبينك ما جات لي الضمانه لا والو تبرعت عليها، كان الفلوس انا عاطيها لك انت انتيا في المجلس البلدي ما هضرتي ما تكلمتي والتالي رزقو عالي، عرفتي انتيا المجلس الاقليمي الدخليني، عرفتي ولا لا؟ سول عيط ناصر ما تهضرش معايا انا. وهما هذاك الشوقيري عطاني شي قال لي الشيك ديالي باش غادي الفلوس تاخذها من سي تدخل فلوسك. الغروس لا معنى هو الفلوس. سي مروان قال لي الصباح نعطيه لي. وصلت العصر الصباح كان عيطتي تقول لي يعني هنا. وصلت جوج نهار غير بدا التصوير. الفرمارة كنت مقابل الفيديو ديالك حتى كنشوف فيه. فعلا تلاقيت مع مروان حدا البيسين زيد. خليني نهضر. هذيك الوقيته ملي كنعيط لمروان تيقول لي انا راني في الشهداء راني في جمعة تسعين. قلت لي مزيان. قلت له واش عدي؟ ترى بين الناس نفكوا مع الناس. تعطي باش نعرفك راك حدايا اي واخا نيجي راني في الشهدة واحد لقيتها وين بغيت عيط ناصر قالت لي راه صافي راني صور قلت لها راني عيطت لمروان ما جاونيش الجمعة قالت لي هو واقيل هنايا كي تا هو راه جاي يصوت وجاب معاه الدراري اييه ديال السبت فعلا لقيت مع الدراري زيد الدراري ديال السبت قلت لها مزيان وانا صوني لي تي فين تا مروان قال لي انا راني في باقي في الشهدة ما جيت واه سيد تيقول لي انا باقي في الشهدة هو كاين في اسفي كيصور اذا تفكيت كاين شي حاجه ويلا قطعت هو صوني ليا واحد من الاعضاء ديولو يوسف كزولا واحد من الاعضاء ديولو صونا ليا قالوا الحداوي قلت نعم كيدير لاباس بخير كاين لاباس كي اشنو وقع الحداوي كيفاش شنو وقع كيفاش مروان جابنا وقينا صوتوا السبوله كيفاش صوتوا السبوله كي راه قال لنا صوتوا السبوله وحنا صوتنا السبوله وملي قلنا ليه علاش صوتوا السبوله قال لنا انا باغي نطاقم من القباج كنطقم من العز ما كنطقمش من القباج عوضوا بحال قالوا راه مازال حنا راه برلماني اما قباج عمر السي الاقليمي غادي يمشي يقاود في حالاته اما انا راه راسخ في الاحرار العضويه ديالي متفق معايا في هضرتي معاك اخويا معاك زيد نعتذر على هذا واحد الوقت وانا صوني لي عاوتاني ملي يهضر معايا الدري ديالو صوني لي ديك الساعه انا يلا صيفط 30 واحد صوتات وصابير في الجمعه 90 صيفط 32 واحد واخا قول لي انت صيفطت 30 واحد صوتت كلها على الاحرار وغتسلط راه ما خلصناش هضرنا 30 واحد فيها ستة الناس ديالنا راه عارفهم مصوتين لينا وفيها 24 ديالي حيت انا اللي كيصوت كيجيب لي التصويره سالينا الهضره ولكن على من صوت على من صوتوا هما ذوك 24 الاخرين على الاحرار واسمح لي يا سي محمد شحال شفت هاد في دابا خليني نكمل راه ما وصلناش الهضره زيد وانت دابا غادي تزرب عرفت كيف تهضر انت؟ اه صوبت 30 واحد كضرب الاحرار زيد السيد هز ديالو صوتو على السبوله زيد ملي عيطت لي في التليفون قلت لي فين انت؟ قال لي قلت لي انت راك ديتي الناس يصوتوا كتقول لي انا راني في الشهاده انا
اجي قلت له الله يحفظك انا تير غنحبسو راه بقيت غنصيفط واحد غنمشي نريح له. اش قال لي هو؟ قال لي انا راه وصلت 54 واحد اللي صيفط الصوتات على الحمامه. كذاب. وغاسمع اش قال هو بخاطرو؟ قال الحداوي عنده 80 واحد غيصيفطها وغنقول له راني 54 راه ديالي وراه قول بوك حتى الحداوي. وغادي نقولها. وانا اسمع سميتك. انا راه ما دايز لا مجلس اقليمي لا والو سيدي رانا غير جمال انا راه برلماني كندير ما ططي والناس وما تسوق حتى واحد. تمام هذه. لا لا كتسند لك كتسند لك. لا انا قال جمال هي لا ناقه ولا جمل نزيدو. بدي يقضوا اغراضهم راني نوي ما نطيبش الناس داري وما تسوق حتى واحد. انا كضروني نحطها على الحزب باغي حتى هو يكون عنده حتى هو مقعد في المجلس الاقليمي يكون حقوق. ملي تنقول لي. ما تسرت انا. ملي ستخينا كيزر كيكون بعد السبوله اذا هو بغى يجي ليها المصري. وانا عندي لا فورماسيون قبل بانه كيجلس مع المصري ومع هادين. انا المصري راه ما نجيش معاه. يا جدك لشي فرنساويه وانا عندي لا فورماسيون قال لك عندي لا فورماسيون يعني المعلومه بانه كيمشي مع الاخر. فعلا. اسكت انت كانت قدامي واحد 54 واحد كتسنى باش غتمشي تيمشي والله يجازيكم سيروا صوتوا على التراكتور. انا ما سيفطو انا ما نجيش نهضر تيمشي سيروا صوتوا سيدي على التراكتور. علاش؟ اما مشاو صوتوا على التراكتور. ياك هو قال لي راني صيفط 54 واحد وانا ديالو صاحبه هو قال لي احنا صوتنا على السبوله ومروان صوت على السبوله اش بغا يدير لي هو؟ بغا يزيدني الحرب وندوزو هوايا انا راه حبست على 60 باش ما يدوزش هو ولكن كانت الباقيه كبيره داز راه كنت ندوزها هو ندوز غير صابر ولا ما بغيت ندوز الثاني ملي تمشي عليا السبوله اش ندوز هو الحرب عليه من حرب عليه هو باش هو يدوز هو ويزيد الناس ديالو يعطيهم المسقي هو تسمعي باش يديروا الاغلبيه وما يزيدوا يدوز هذا مش عوض ولا جوج يتزادوه بدوك الاصوات اللي عطاهم هوايا وانا يسقطني كافو اصدق الله سبحانه وتعالى اللي بغى دوزت هذوك التراكتور وهضرت مع عبد الله يا عبد الله غير عندك كاين غير النيابه غير عطيني دير اسد النيابه ديالك تيصبر لي سخر ولكن انت في البرلمان اش بغيتي دير بالنيابه ديال المجلس الاقليمي والله يرضي عليك وانت دابا فهمتي اسم الناقه عندي في هذا الشيء انا الا الخرطه اللي ضارباني عليهم ثم انا غادي ندير منطقي ونمشي نعس وفهم دابا خو الهضره ديال المهدي راه راك هضر بالمعقوله ما عنديش مع الخوان اسمعني اسم محمد دابا خليني نكمل سير النقطه المهمه سير ما وصلناش النقطه المهمه خرجت النتائج فيها 30 هادشي اللي انا نزلت التليفون لمروان فين هي 54 ديالك؟ يا قول بوني خليني من الهضره كنتي تا اللي قول بتينا وختي بغيت تقول بني وانا ما نتقولوش ليك مروان سمعت المتاجره ايام الانتخابات كلها فاسده فساد في فساد شراء الاصوات وشي كيسرق لشي والفلوس كيلعبوا بالفلوس اللعب هاد السيده دخل 60 مليون غير هذوك ثلاثه ديال الناس جوج وحده تفوبر عليها وواحد رجع لي والاخر ضحك عليه هذا اللي تيتكلم عليه دابا على هاد مروان نزيدو نسمعوه شنو غايقول انا كنعاود لك غوثق بيا اذا نكذب عليك راه عندي ستات وليدات ما صباحش مع الصباح لا والله هادي خدام هاد الحداوي بقى فيا غادي يمشي وغيخلي دوك ستات الوليدات غيكونوا كبروا دابا هزين راسو ما كاين مشكل يلا قول لي اش غندير اعطيني حتى الحل واسمعني انا واش قانونيا لا انا رجعوا للقانون واش قانونيا عندك الحق تسني هذاك البيان؟ عطاني القباج عيط لي عيط 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 سميتو الشخوري مخدم الوزارات الصناعيه قال لي ابتداء من اليوم بقى سنين تا وانا خويا يلاه دوت مع وانا يلاه دوت مع القباج عنده ساعه ديال المكان سمعت محمد غدا الصباح غنشوف واش القباج راه القباج واحد فينا المهم غادي القباج راه غادي يجي لاسيا ولا غادي يمشي لعندو راه مراكش سمعتيني؟ غدا وغادي انا غنشوف مين القباج دابا واش قال لي؟ قال لي سير القضاء انا غدا غادي ندير شكايه سمعني اسمع محمد راه اللي كاين نقول لك اخويا انا باش تدوز عليا الدكاكه راه ما تدوز والقباج قال لي سني معاهم صافي اش قلت لك دابا انا قلت لك غدا ان شاء الله غنعيط لك قدامك
وغنعيط قدامي يقول لي واش قلت للحيداوي سلي ولا لا؟ فهموا هذا صافي اخويا صافي صافي اسمع صافي اسمع شوف قال لي هذا بحال قرار الرضا قال لي هذاك السيد راه كيلعب وكيتفلى وهادي وما كيتصرفش ليا قال لي سلي لا يا سلي هذا السيد ازهر مرطي انا ملي شفت اللعبه دارت ملي لقيت نادي جا فيها 30 والسيد يقول راني عندي 54 انا 30 راه فيها 6 ديالنا وفي 24 صيفط باربي بار ما صيفط صابر راه عندي كل شيء في تليفوني ما غاداش معاك بالبلاصه انا عارف اش محمد راه كان تيق فيك اخويا راك ولد دريبه تماك عندي مهدي زيد عندي هذوك الناس علاش تكذب عليا تقول لي راني حاط 54 وانت كتكب هاد السبوله وكتكب هاد المسقي انا بعدا دابا جو بريفير نمشي مع كريم ماشي مع المصغير هو الواقع لا لا شوف دابا هذا راي ديالك انت فهمتيني شوف اش محمد انا غدا ملي غادي غدا نتلاقى معاك بجوج دقائق وغتسمع غتسمع شكون اللي غادي يدوي ولا كواسع النظر انا دويت معاه تما ما عندكش الحق تنيا خاصك الكاشي اسمعني دابا انت غتولي عفوا انا غير نرفع دعوه غنقول لك الحق وانت تسمع مني ترى اللي عنده الحق يقول واش انا عندي الحق نسلي ولا ما نسليش هو المنصف ديالو صافي انا اش قلت لك دابا عثمان سي الا مشيتي دخلتي نهار سنادي في النهار البيان ديال المجلس الاقليمي وديال المجلس البلدي سير رجع ودخل الجروب عندنا الصيفط قبل الصيفط بانه لا صلاحيه للمنسق الاقليمي صافي صافي تاريخ لا والصلاحية طالك انت دابا اسمعني دابا انا دويت مع القباش دويت معاه وعطى لي صالي سيرسلي صافي صافي اخويا صافي اقسم لك بالله قال لي سيرسلي واش غدا غدا غادي نعرف واش حنا انا هذيك 800 صوت ولا 700 صوت اللي جايبها انا اخويا كان عليا نبيعها على هذا الحساب كان عليا نبيعها لالياس بشي 20 مليون ولا 15 مليون فهمتي؟ اه ماشي شوف احنا ما بعنا ما شرينا انا عارفك مالي انا ما كان بيع ما كان شري معروف عليا ما كان بيع ما شري انا والله 20 مليون في الشات طريق وحده ما كان عنديش جوج طرق عندي طريق وحده كنمشي معاها انا باش انسان ينوض يصوت هو من الاحرار ويصوت على السبوله ما نقبلهاش فعلا لا صوت معايا خويا في الحمامه وملي نجو في الاخر ويتصوت معايا يقول لي مشعوك ولا مشعوك اما باش تصوت السبوله وانت من الاحرار اذا انت اكبر خائن فعلا لا 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 انا راني ما خرجت انا درت التحالف صافي خاص يكون مصلحه الحزب انه يدي النيابه ديالو ودي لجنه ولكن النيابه شكون اللي يشد النيابه؟ النيابه راه تشد حيت ناصر حيت الاخر حيت سميتو صابر عنده رئاسه الجماعه عنده حاله تنافي ما يقدرش هادي ولا لا؟ هاد الناصريه واخده النيابه ديال المجلس الاقليمي. المهم شوف انا دابا اسمعني انا دابا دويت مع القباش ودويت مع البلار، البلار قال لي المهدي القباش لا علاقه له بسميتو، انا خويا اسمعني انا القباش بيت نعرفنيت واش انا كيلعب بيا وليت انا دري صغير كيلعب بيا، غدا ان شاء الله غادي نفك هذا المشكل ونعرفوا فين غتمشي غدا غنصبح فيديو ونسيفطو لاخر. عيط لي مع الصباح قول لي واش عطيتي الحداوي سلي. صافي اخويا صافي هادشي اللي بغيت نعرف. مرحبا بكم. من بعد القضيه ديال المبدع واللي هي غاديه اختلاسات وسميتو كذا، ضرب واحد العنصر جديد على اثر هذوك الفضيحه اللي دارت على تذاكر مونديال كاس العالم قطر 2022، فكلنا وكاع كلشي شافوا هذيك المهزله اللي طرات ديال الناس مشات من المغرب حتى لقطر ما صابوش باش يدخلوا، صابوا مشكل في التذاكر. فالشرطة القضائية اللي مدينة الدار البيضاء فتحت تحقيق في هذا الموضوع، وكان أول واحد توجهت ليه التهمة هو محمد الحيداوي. شكون هذا محمد الحيداوي؟ هذا نائب برلماني ورئيس الأولمبيك أسفي، تابع الإقليم أسفي. هذا السيد هذا النائب البرلماني اللي خلى هذاك تيقولوا حامية حرامية، فتخرجت لي واحد تسجيل صوتي كا
كارثه كارثه بمعنى المقاييس، يعني تيهضروا على فلوس صحيحه وكذا وانتخابات والتلاعب، وبنادم دايرينو بحال شي بضاعه بحال شي قاطع ديال الخرفان ولا كذا، نجيب لك 100 كذا تخلص في هذه ندير ملايين تشير، يعني تزيد صوتي راه مصيبه، راه تزير عند الشرطه القضائيه وداك الشيء علاش عيطوا لي المره الثالثه استدعاو التحقيق معاه، وغادي يكون هناك كذلك تورط شخصيات موازينة وموظفين من جميع الملكية المغربية لكرة القدم، يعني قضية شابكة، وراه تقدم الشرطة القضائية وكذلك القضاء أيد بأنه يتم التشطيب عليه من لوائح انتخابية ما عمره يحلم أنه يدخل هذه الانتخابات. وغادي نشوفوا تاني ان غادي يكون واحد السيناريو تاني مع هذا خاين هذا تا هو محمد الحيداوي، دخل الشبكه تا هو من بعد مبديع، غنشوف واحد مبديع اخر كاين في اسفي نشوف واش غادي يطلع منه، فكوارث كوارث، يعني التسجيل الصوتي اللي سمعناه ولا تقدر سمعتوه انه كوارث طبيعيه بمعنى الكلمه، يعني كاين الانتخاب لا تاع جاره، عطيني نعطيك بيع سميتو هاك، عطيني دير الفلوس كدا، فلوس تسير سميتو، واش 60 مليون خرجها لثلاثة الناس في ظرف نهار، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم، المهم راه كاين هاد المشاكل، وكذلك قضية مبدع، ديما دابا مبدع خاصنا ديما ندخلوه. عاولينا خبر لي لأن خاصنا ندخلو بحال الملحة في الطعام، يعني السيد كيما سميتو تقول أخبار مصادر أن تم اعتقال على الإبن ديالو اللي كان بغاي مزر حيلو يهرب، وكذلك المرا ديالو خلاص تيقولو راه اختفات مبقاش بنت كاع بح طار قضية فيها الحبس، مكاينها أخوي أهرب. فهذا هو كان الخبر، غادي نتبعو ان شاء الله هذا البيس الثاني ديال هذا محمد الحيداوي، وكذلك مبدع تنشوفو القضاء ان شاء الله ينصفنا حنا الشعب كضحيه ويحاكم هاد المجرمين اللي يتامنوهم المغاربه على المنصب ديالهم على الاموال ديال المغرب، وشوف فين وصلت بين المآل. ف متنساوش ديركم وبارطاجيو، ولنا جديد في الموضوع ان شاء الله. الله يعاونكم.